واجتثاث البعث. اجتثاث البعث نعم لا بد من تفعيله والعمل به، وأنه الآن هو صورة إعلامية فقط وليس معمول به، ويجب وأطالب الحكومة الحالية والمستقبلية بتفعيل هذه الجهة، فإن البعث يعثو في الأرض فسادا حتى وهو داخل الحكومة. وأنا أقول أن البعث أخذ فرصته ولم ينجح بها، فأرجو عدم زجه مرة أخرى ليفسد وليقع الظلم والحيف على الشعب العراقي مرة أخرى بواسطة هذا الحزب الدكتاتوري. ولكن سماحة السيد هناك من يفرق، يقول هناك بعث وهناك بعض صدامي، يعني بعثين أبرياء مساكين وهناك بعض صدامي، البعث الصدامي هو المؤذي، وأنت ما رأيك بهذا التقسيم؟ هو كتقسيم أولي لا بأس به، بس هي المشكلة هنا أنا أن الالتحاق في زمن الهدام قبل سقوط هذا النظام كان التحاق إجباري، فبعضهم التحقوا إجباريا به. نعم قد يكون لم تتلطخ يديه بدماء عراقية وبظلم الشعب العراقي، هذا يخرج. أما الطرف الآخر لا يخرج البتة، ويجب محاكمته ويجب إيقاع أشد العقوبات به بكبيرهم وبصغيرهم.